نفس الوقت دكتور فاضل، يعني انتم يعني كجهات حقوقيه يعني حاليا ربما المفوضيه العليا المستقله لحقوق الانسان متوقفه عن العمل، لكن كجهات لنقل مدنيه ما زالت تتابع في منظمات حقوق الانسان والمنظمات المدنيه الاخرى العراقيه، كيف تتابعون هذا الموضوع؟ وكيف تنصحون وتراقبون عمليات الاتجار بالبشر؟ وتنصحون وتراقبون هذا من خلال ايصال المعلومات للحكومه؟ استاذ عادل، احنا خلينا نكون واقعيين، لحد الان احنا ما عندنا قاعده بيانات حقيقيه فعليه عما يحصل من جرائم التجارة بالبشر بالعراق. والسبب الاساسي انه اليوم اكو خوف ورعب كبير جدا وعدم امكانيه اجراء التطمينات المباشره لضحايا التجارة بالبشر، ورغم انه هنالك يعني اكو خط ساخن، اكو مؤسسات، لكن هذا يحتاج لعمل كثير وتكثيف الجهود في هذا الجانب مع تكامل الادوار التي يجب ان تكون بين المؤسسات والمنظمات الوطنيه والدوليه. هذا في الشق الاول. الشق الثاني ايضا اليوم الصور اللي احنا وين بدنا نركز؟ خلينا نفترض احنا اليوم عام 2023 اكثر ظواهر التجارة بالبشر تم تسجيلها سجلت في محافظه بغداد ومحافظه كركوك وبعدها محافظه البصره، وباقي الامور كانت في محافظات اقليم كردستان.